السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي تشوفوا معايا واحد الطريقه باش كنخمر الخضره. يعني ما كنديرش انا الخضره بزاف في الفريزر الا البنان بحال هكا اللي كيخسر ليا كنبغي نديرو في العصير. المهم غادي تشوفوا معايا دابا الطريقه باش كنخمرها. والتخمير راه ماشي هو التخلال، راه ماشي كنخلل، كنخمر يعني فيرمنتد فيجيتابل ماشي هي بيكل فيجيتابل. مبغا تشوفوني دابا نقيت الخضره كلها وغنبدا معاكم مرحله بمرحله. كيف كتشوفوا معايا درت انايا جوج طرق، كاينه الطريقه اللي درت الخضره خمرتها بلا ما نضيف عليها حتى حاجه، بلا ما نضيف عليها الماء، والخضره اللي خللت وضفت عليها الماء. الخضره اللي ما كتضيفيش عليها الماء يعني كتحكيها، بحال الجزر انا كي كتشوفي هنايا الجزر انا حكيته وقطعت الملفوف، الملفوف الابيض قطعته مزيان رقيق، الباربا حكيتها، والبصله الخضريه ديك اللي كنقولها سبرينغونين قطعتها، قطعت واحد الفلفلات حمرات، جوج فلفلات حمرات، وقطعت الكابيج الملفوف الاحمر. المهم الملفوف الابيض قسمته على جوج الاقسام، درت قطعت دابا قطعت وحده كلها وقطعتها، درت وحده في هاد واحد شويه منها يعني ماشي النص، قل من النص، والاخر غادي نديرو بوحدو اللي كتسمى ساور كراوت. لا كنتو كتعرفوا ساور كراوت راه عنده بزاف الفوائد. المهم الهدف ديالي من هاد التخمير ديال الخضره هو ان الانسان ملي مثلا كنعرفوا حنا كلنا بان في الليستوما ديالنا عندنا الباد بكتيريا وعندنا الجود بكتيريا، وفي غالب الاحيان كي كتشوفوا معايا دابا انا وريتكم الباربه حتى هي محكوكه، في غالب الاحيان اش كنديروا كتكون الجود بكتيريا كتغلب على الباد بكتيريا. هاد التخمير كيعطينا الجود بكتيريا، يعني راه بحال كتاخدي البروبايوتيك. بروبايوتيك كيدير الفلوس كثيره، حنا كنخمروا الخضره وكناخذوا ديك البكتيريا الصحيحه اللي كتكون لينا من هذيك الملح اللي كنضيفوا. بحال مثلا دابا كتشوفوا معايا الملفوف زدت جوج معالق ديال الملح، الكاروت جوج معالق ديال الملح. يستحسن انك ديري الملحه ديال، انا درت الملحه ديال الهيمالايا، ولا ديري الملحه ديال البحر، المهم ديري شي ملحه اللي هي كاليتي زوينه. ودرت جوج معالق تاع الملح على الباربه. اما بالنسبه لذاك النصف الاخر ديال الملفوف ضفت عليه الملفوف الاحمر، وضفت عليه الفلفله الحمراء مقطعه قطعي صغار، والبصله الخضريه مقطعه قطعي صغار، وضفت عليه هذا الخرقوم عود باقي طري. الخرقوم عود شريته طري، علاش شريته طري؟ لان فيه واحد الماده ديال الكركمان اللي موجوده في الخرقوم اللي كتخليه بانه يعني مزيان للصحه. هذاك الكركمان اللي كيستخلصوه كيديروه واحد لي كومبريمي، دوك لي كومبريمي كيتباعوا باموال طائله. انا درتو هكا، المهم غتحصلي على الكركمان من الكركمان والمواد الاخرى اللي كتكون الخرقوم عود. ملي كديري الملح كتخليه بضع دقائق، ومن بعد كتبدي تخلطيه بحال هكا بيدك، كتخلطيه مزيان وكتدقيه، كتدقيه بواحد المغرفه، بمغرفه ولا كي كنقول لها معلقه تاع تلوج، كتبقي تدقي فيه مزيان حتى كداك الملح كتخلي داك الملفوف والكاروت والباربا كيطلقوا الماء. هذاك الماء هو اللي غادي ينفعنا باش يخمر لنا الخضره، وهذاك الماء والملح هو اللي غتكون منه البكتيريا النافعه للجسم. كيف غتشوفوا تشوفوا معايا دابا، شوفوا انتم الكاروت ولا فيه الماء بحال هكا، وهذاك الخليط اللي خلطت حتى هو زدت الملح حتى هو هذا الملفوف مع الملفوف الاحمر ومع البصله ومع الفلفله، يعني كلهم مفيدين. كنديريهم دابا في قرعه، ملي كنديرهم في قرعه بحال دابا حنا الكاروت، حنا كيعجبنا الكاروت مع القرفه ومع لورونج، انا كندير الكاروت كنديرو مع القرفه ومع لورونج، والباربا حتى هي كنديرها مع القرفه ومع لورونج. اما الساور كراوت يعني الملفوف الابيض ما كديري معاه حتى شي حاجه، كتخليه في داك الماء والملح بوحدهم وكديريهم. ملي كتعمري القرعه كدكيها مزيان باش داك الماء يطلع، باش داك الماء يطلع، وكتحاولي ما تعمريش القرعه كامله حيت الا عمرتيها غتقدر تخواليك. دابا هاد الخضره اللي كتكوني قطعتيها رقيقه وحكيتيها ومزتيهاش الماء، كتخليها في واحد البلاصه فيها الظل في الكوزينه دافيه، كتخليها مده 3 ايام. من بعد 3 ايام كتحليها، كتلقاي ديك البابلز طلعوا، يعني راه هذيك هي البكتيريا بحال تخمرت، يعني بحال الخميره بلديه اللي كنتي تشوفوا، اللي كنتو كديروا خميره بلديه بحال داك الشكل. والمهم كديريها في الثلاجه وكتبدي تاكلي منها من هذيك الساعه،
كديريهاش لاضا بحال دابا في رمضان جاي، غديري ان شاء الله طويجينه تاعت الحوت ولا طويجينه ديال الكفته، ما ديري كاع ما تعمري راسك بالخضره، خدي خضيره من هادي وديريها ديري معاها واحد الشليليضه، وهانتي عطيتي لعائلتك احسن اكله، لانك عطيتيها ديك البكتيريا اللي نافعه، كونتي يعني الجهاز الهضمي ديال وليداتك وديال عائلتك، يعني غادي تقوى، يعني ماشي غير الصيام اللي غادي يقويهم وانما غادي يقويه حتى الاكل. الممكن كتشوفوا بحال هكا، انا زدت هاد الكاروت، زدتو الاورانج بحال هكا، وزدتو القرفه. وبالنسبه للمواد الاخرى، انا حيت مشيت لواحد الماركت ولقيت فيه بزاف الخضره غزاله 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 فريش كلها اورغانيك، جبتهم كاملين نهار واحد، غادي ندير فيه المخلل اللي غادي يقدني في رمضان وحتي يفوت رمضان، لان هاد الخضره كتبقى عندك الا خمرتيها كتبقى عندك ماشي غير 6 شهور، كتبقى عندك حتى العام. يعني شوفي انتي على قدرها، انتي كتشوفي دابا ملي كتوركي على الكاروت الماء كيطلع، ولهذا ملي كتسدي القرعه وكتخليها في واحد البلاصه دافيه في الكوزينه كتحاولي تحطيها في شي اناء، لان الا عمرتيها بزاف هذاك الماء غادي يخرج منها، ما تخافيش منه، تمسحيها من بعد 3 ايام وتنطفيها مزيان، تعقمي من الفوق ديالها، ديري واحد شويه البابي وديري معاه الخل وتمسحيه، تمسحي القرعه وتعاودي تسديها وتدخليها للثلاجة، ما تخافيش منها نهائيا. المهم بحال هكا كندير انايا واحد شويه الثوب، دابا ملي قبل ما نسد القرعه كندير واحد، كنزيد الخل ديال التفاح، كنزيد واحد المعلقه ديال الخل ديال التفاح، هي ماشي في الوصفه، ما عندك علاش ديري الخل تاع التفاح الا ما كانش كيعجبك، غير الماء غير الملح بوحدو قادر يخمر لك الخضره. كيف كتشوفي هنايا، انا حيت الكاروت ملي درت الملفوف خليت واحد الورقه ديال الملفوف، غدا نسد بيها هذاك الكاروت، غير الكاروت انا حيت تيعجبني تيبقى ما تنبغيش ملي بحال دابا شي رويسات الا ما وصلوش الماء تيولي دراي تيقساح، انا ما تنبغيش بحال هكا قاسح. ممكن كتشوفي انا غدا نسدو وغدا ندوز للباربه وغدا ندوز لهذا الخليط الثاني، يعني بسرعه باش لان وريتك غير الطريقه، نفس الطريقه غدا تكون عليهم كاملين، باش ندوزو بسرعه باش ما يجيش الفيديو طويل، وندوزو بسرعه للخضره الاخرى اللي كتخمر بالماء، يعني كنديروا الماء وكنزيدوه الملح وكنخمروها. كيف كتشوفي دابا نظفت، كنحاول ندير شويه الخل في البابي وكننظف به من الفوق وكندوس صبعي وكنشوف واش ناشفه ولا لا، عاد كنسدها. ملي كنسدها كنديرها في واحد الاناء، كيف قلت لكم ضروري ديريها في الاناء، لان تقدر داك الماء يطلع بحال دابا هاد الطاسه ديال الثلاجه كنديرها فيها بحال هكا، وكنخليهم في واحد الجنب، عندي واحد الركينه في الكوزينه دافيه ما مقابلاش مع الضوء، يعني تما كيتفيرمونتاو مزيان. وهكا دزنا الساور كراوت، حتى هو ساور كراوت هنا معروف، يعني البنات اللي في اوروبا راه معروف الساور كراوت كيتكلا لانه مفيد، هو بزاف صحي بزاف، معروف بان الساور كراوت كيشروه الناس باش على قبل الكود بكتيريا. بهذا الشكل دابا غندوزو التخلال بالماء. دابا شوفي دابا واحد الطريقه درت، انا عندي الكرافس هنايا، قطعت الكرافس قطعيهم بالطريقه اللي كتعجبك، قطعيهم بالطريقه اللي بغيتي، صغيورين قطعيهم بالطريقه اللي بغيتي. كتشدي 500 مليلتر ديال الماء، كتضيفي ليها واحد جوج المعلقات ديال الملح، 500 مليلتر اوف ووتر بلس 2 سبونز اوف سولت، يو هاف تو تشوز ذا سولت، هاز تو بي هيمالايا سولت اور سي سولت، اند يو اد 1 سبون اوف سايدا فينيغار، يو دونت نيد تو، يعني ما تزيديش الخل، ديري غير الملح وديري الماء. المهم انا كيف شتي دابا شديت الراديش، هذاك الراديش هو اللي كنقولوا ليه حنايا الفجل، لقيتو يا اختي في جميع الالوان، لقيتو في الاحمر وفي الابيض وفي البربل، زدتو شويه الخل وزدتو شويه ديال البزار، عندي البزار الكحل، البزار الابيض، البزار يعني الفلفل الاسود، الفلفل الاسود والفلفل يعني الغوز والفلفل الابيض، وزدت معاه الكركمان وغنعمر عليه بالماء وغدا نخليه. هاد الفجل عرفتي ملي كيتخمر، حيت دابا هادو زدتهم الماء خصني نخليهم 5 ايام، كيبقاو 5 ايام، كتولي فيهم واحد الريحه الحموضيه زوينه بزاف تيعجبك، يعني حاولي تجربي هاد المساله، راها مزيانه خصوصا اللي كانوا عندك الوليدات صغار،
راها مزيانه ليهم بزاف. كتزيدي واحد الحامضه على حسب الذوق، بغيتي تزيدي حامضه اولا بغيتي تزيدي اورنج، كتزيديهم وكتسدي القرعه ديالك وكتحتفظي بها حتى هي في الظل. بحال هاد القرعه ما تخافيش منها، ما كيطلعش الماء، يعني الماء اللي درتيه في الحد خصك تحاولي تخلي ما بين الغلاقه ديال القرعه وما بين الماء واحد الصبع بحال هكا صبع. المهم دابا كندوزو نشوفو الحاجه الثانيه اللي غادي نديرو. كتعمري ثاني الماء 500 مللتر ديال الماء مع جوج الملاعق ديال الملح، وكتزيدي معاهم شويه ديال الفينيغر. انت كي كتشوفي كتخلطي القرعه بحال هكا باش كيتمازج، باش داك السكين جبير ينزل حتى لتحت وداك الفجل كله ياخذ سكين جبير، ياخذ ديك النكهه ديال السكين جبير. شوفي الكرافس، دابا الكرافس انا كنديرهم بهذا الشكل، تصوري كديري معاهم هاد البزار، كندير معاهم لقامه ديال الحوت ديال السمك. هانتي عندي واحد لقامه ديال السمك مخلطه فيها كاع داكشي ما مطحوناش، كنديرها في معاهم، وكندير معاهم شويه الخرقوم وسكين جبير والحامض والفلفله حاره. هادو كنهز منهم حتى كنصيب بحال مثلا طويجينه ديال السمك ديال الحوت، وكنهز واحد المعلقه وكنحط ديك الخضره من فوق منها، كتطلع ديك الريحه تاعت ماشي كنطيبهم، ما كنطيبهمش، كنحيي الطاجين على النار وكنحط هاد الخضره من فوق من السمك، كتطلع ديك الريحه غزاله، ديك الريحه ديال العشاق ديال عشاق الحوت غزاله. المهم بحال هاد القرعه انا راه تقدر تديني حتى يفوت رمضان وكثر وكثر وكثر، يعني ما كتبقايش تحتاجي، يعني كتولي يلا ملاهيه غير مع شي شوربه ولا مع طويجينه ولا مع شي حوت ولا مع شي. انا درت لكم هاد الشيء درتو لكم بحال هكا باش ملي نجي في رمضان ونوريكم بحال مثلا اكله باكله تجيكم ساهله، انني راكم عارفين شنو عندي، عارفين شنو كاين عندي في الثلاجه. شوفي دابا كلشي ديك القامه ملي كتحركي القرعه كلشي ديك القامه كتنزل. دابا هنايا اش درت، هنا درت لك تعرفوا حلابينو الفلفله الحمراء والفلفله الخضراء الحارين، درتهم هنا وعمرت عليهم حتى هما بالحامض ورقه سيدنا موسى، ودرت عليهم تشيلي الكيوكمبر يعني كنقولوا الخيار، كديري في قرعه حتى هو كتزيديه الماء 500 مللتر ديال الماء مع جوج المعالق ديال الملح ومعها معلقه ديال الخل، وكتعمري عليهم وكندير معاهم هذاك ديل يعني العرش الربيع ديال البسباس كنديرو معاهم من الفوق، هذا كيجي زوين، هذا كيبقى بحال كيجيك بحال تقدري ديري مثلا درتي شي كفته ودرتي شي برجر تقدري ديريه معاهم. كديري معاه حتى هو البزار، كديري معاه حتى هو الحامض، وكتخلي هذا كيطيب دغيا، هذا ما كيجلسش حتى 5 ايام حتى كيولي غزال. المهم ملي من بعد ملي كديري بحال هكا كدوزي لكاع الخضره اللي عندك. كيشتو دابا انا الخضره كلها كيمكن لك تخمريها، كلها الخضره بدون استثناء كيمكن لك تخمريها الا البطاطا، كيمكن لك تخمري كل شيء. دابا خمرت انا هنايا في هذه القرعه اللي كتشوفوا فيها، هذه درت فيها الثومه خضراء، ثومه باقا خضراء درتها فيها. ممكن كتشوفوا راه درتها مع الربيع حتى هي كتجي زوينه، بحال مثلا ملي الى احتاجتي ما كتبقاش فيها ديك الريحه تاع الثومه، ما كتبقاش فيها ديك البنه تاع الثومه مع داك الحامض، كتولي غزاله كتولي زوينه. من بعد ملي كديري ملي كت هاد الثومه الخضراء ما كتخليهاش بزاف، يعني كتخليها 3 ايام وكتدخلها للثلاجه لانها غير وريقات، هي والبصله الخضريه، حتى البصله الخضريه حتى هي بحال هكا ديك الحمراء وديك البيضاء حتى هما درتهم في قرعه بوحدهم، وكديريهم في كتخليهم غير 3 ايام حتى هما على برا وكتدخليهم للثلاجه. المهم كنتمنى انكم تكون عجبكم هذا الشيء اللي درت لكم، لانه في الحقيقه راه صراحه راه مفيد بزاف هاد التخمير، راه حسن لكم لانه خاصكم تقلبوا على شي حوايج اللي كينفعوا الوليدات وكينفعوا العائله كلها وكينفعونا حنا. لان شحال من واحد تيقول لك انا طالعه ليا كتطلع ليا الحموضه، انا عندي الغاز، راه الغاز كيجي من دوك البكتيريا، الجود بكتيريا ملي كتموت كتعطيك الغاز، والباد بكتيريا ملي كتموت حتى هي كتعطيك الغاز. اشنو اللي ممكن حنا نديرو، اللي خصنا نديرو
هو ان في ما حسيتي بشي ماشي حاجه ماشي كونفورتابل معاك في كرشك، عارفي الخطا راه ماشي من شي حاجه اللي انتيا كليتيها ولا شي حاجه تبقي تقلبي شنو كليت شنو ما كليتش، لا خصك تعرفي بان راه الجود باكتيريا، راه الجود باكتيريا قلالت عندك. يعني حاولي تلجئي لهاد المسائل، هاد المسائل ديال باش تلقاي باش تاكلي الماكل اللي فيها جود باكتيريا. ممكن نتمنى ان هادشي يكون نفعكم، انا ما عرفتش واش غادي تستجيبوا معايا ولا لا. المهم انا قلت انا غدا نديرو صافي، انا ضميري تيقول لي شاركي مع بنات، مع البنات، مع كل العربي وعربيه، شاركي معاهم هادشي اللي تعلمتي وهادشي اللي عرفتيه، لانه الصراحه راه غتلقي عليه راحه كبيره، غتلقي عليه راحه لانتي ولا وليداتك، وغتلقي عليه صحه كبيره. يعني الى مثلا ملي غادا ملي غادا تكوني يعني تقوي ديك البكتيريا اللي عندك في كرشك، راه حتى واحد النهار الا هدفتي في شي حاجه اللي ماشي صحيه ما غتاخذش منك، يعني تحسي بشي تحسي شويه بانك ماشي كونفورتابل ومن بعد غادا تمشي. ولهذا خصك دائما تكوني في حاجه لهاد دائما هاد الخضر بحال هكا تكون عندك في الثلاجه. انا ما بغيتش ندير لكم، انا كون الهدف ديالي هو كثره الفيديوهات كنت غندير لكم كل نوع ديال الخضره بفيديو، ولكن انا ما بغيت غير حاجه اللي كنضيفها. راه هاد الخضره راه مخمره ماشي مخلله، وكنتمنى انكم ترجعوا، وإلا ما قدرتوش ديروا الخضره على الاقل حاولوا ترجعوا ديروا الخميره بلديه، راه حتى هي فيها الجود باكتيريا. نخليكم على خير والله يهنيكم.